مرحبا بكم مشاهدينا، وصلنا وياكم إلى محطتنا الأسبوعية المليئة بالحياة والألوان والورود، ونرحب معنا بضيف سيف من محلات كروشي. لأنه قال لي محمد في أبو ظبي، راح نشوف كيف راح ننسق باقات مميزة من الزهور والورود، بالإضافة إلى تقديم نصائح حول الزراعة والاهتمام بالحدائق والنباتات، وأيضا خاصة ورود الزينة. صح جيف؟ يا هلا مرحبا بك ويانا، شخبارك؟ أنت متعود على أختي أسمهان ومحمد، فأنا بكون اليوم وياك وإن شاء الله نطلع فقرة حلوة. هلا خبرنا عن عندنا ستايل على شجرة، عاملين ارينجمنت هو فلاورز منه شجره يعني، وتركين شويه اويسس مشان لنفرجي كيف انه بنشتغلها. اول شيء هيدي البيز لنشتغلها بدنا نعملها عند حدات، ناخذ السايز تبعها. تقصد القاعده هذه؟ القاعده تبعها هيدا العرق شجر هو. سو انا عامل عرق شجر من هالميل لتحت، بس كرمال يبين ديزاين انه شجره مضبوطه مش عرق حديد. والباقي كله حديد، وانا حاطط عليها الاويسس يلي هيدا بيضاين الورد بقلبه. فاللي حاب انه يسوي مثلا هالستايل يقدر انه بس يسوي القاعده والتثبيت اللي موجود اللي على شكل دوائر، من بعده يقدر يبدل بالبرود او نوع الورد اللي هو اي ورد اللي كان ما في مشكله. وهلا تركين شويه فراغ هون الاويسس، حنفرجي كيف حنشتغل نسكرها كلها سوا تصير شجره عندنا، بالاخر نحط ريد روزز معها كمان. جميل. فرح نبلش هلا، واذا ملاحظه معي جاي مخصله. شو تنصح اللي حاب انه يسوي هالستايل جيف؟ انه لازم يكون طول الورد، لازم يكون قصير، وين اسهل؟ لازم يكون طول القصير الورد، لانه اذا بدي اعمل انا هالبرمه اجباري لازم يكون الورد قصير، لانه اذا ما كان قصير ما بتطلع معي شيء بالبرمه. اذا بحط الورد مثل ما هي اجمالا معروف الهايدرنجا بتجي قياس كبير. إذا بدي أحط الهايدرنجيا مثل ما هي ما رح تجي حلوة بقلبها، رح تطلع في كلها فرد شقفة، وأنا ما بدي أطلعها فرد شقفة، بدي أطلع فيها تخصيلات بقلبها. فمتلاقي شايفة هون عم نسكرها. ما عندك متطلبات معينة بالفقرة؟ أنا كنت طالبة من ميشيل عندنا بالجاليري إنه يحط أغنية الفقرة، يعني أنا حابة أني أطور الفقرة فأقول أنه يحط أغنية زكي نصيف يا عاشقة الوردي. مش غلط شيء يكون هادي ما يكون كتير. سبحان الله، يمكن يبعث الرائحة بالورد، نحس بالحياة أكثر بالفقرة. فنحط الهايدرنجيا هلأ، استعملين إحنا البيربل والفوشيا والاحمر، قلت لك الريد روزز احمر. طبعا كل حد وله ذوقه، مثلا هو شو حاب انه يحط ورد. مزبوط، ما في يعني حط اي لون اللي بدها اياه، في تعمله حتى على كبير، في تعمله على صغير، مش شرط بس تنعمل على هذا القياس يعني. جيف، عندك نصائح معينه بالنسبه لحجم الباقه؟ وين احلى يكون مكانها بركن البيت؟ وين يفضل انه يكون حسب الحجم؟ باي غرفه؟ باي مكان بالبيت؟ فهمت عليك. على طول الورد اللي بينهدى، اللي اذا حدا بيجي ورد وبينهدى، على طول لازم يكون الورد في اي سي، في برود، مشان لانه طبعا يدبل الورد تيضاين مدي اكثر، فاجباري لازم يكون. يعني ممكن يعني هل باقه تهدى يا جيف؟ تهدى اي بعيد ميلاد، بنقله بيت جديد، بكل شيء هيك يعني، كل شيء بيختص للورد، حتى الورد ما في له مناسبه. الورد كل شيء بينهدى عليه، يعني ما في مناسبه معينه هيدا بتهدي هيدا بتهدي، الورد مع كله بيمشي يعني. فمثل ما انك شايفه هيك سكرنا هلا البرمه تبعها. تقريبا يعني يحتاج وقت هالستايل بتركيب الورد، عندك نصائح معينه شو نوع الورد اللي ممكن يستمر فتره اطول؟ لان اكيد السيده او اللي حابه انه يسوي هالستايل بالبيت، لان الوقت اللي راح يقضي كثير بتعليق الورد بهالستايل، فالمطلوب انه يكون الورد راح يضاين على قولتكم اكثر. صح هلا نحن اي مزبوط. هلا نحن بما انه بنجيب الورد لنا دايركت، ما بنجيب من السوق، كل الورد بيضاين، بس الهايدرنجيا عندك بتضاين، الروز عندك بيضاين، يعني كل شيء بيضاين. ونحن ما بننطر ليجي التاجر يجيب لنا الفلاورز، لانه التاجر بيكون جايب الفلاورز من ثلاث ايام، ليجي يجيب لي اياهم ويكون صار ما عنده ثلاث ايام بيكونوا عتقوا. انا بجيب دايركت لإلي من برا، يعني المحل نحن عندنا بجيب دايركت لإلنا دغري. حتى بالبيت الريحان يضاين صح جيف؟ اكيد موجود بالبيت عندنا. شو هو؟ الريحان، ورد ريحه الريحان.
هلا انت لانك شايفه عندي التيوليب كمان فينا نعمل ديزاين فيه. نفس الشيء هاي القاعده ممكن نسويها هي القاعده كمان حديد. بدنا نعمل فكره مهضومه هلا بالريد روزز. فينا نستعمل الريد روزز تنخصب الشجره. كثير عندهم اهتمام انهم ينسقون حديقتهم يكون عندهم حديقه فيها ورد. ايه مزبوط. فلهالسبب عم بعمل لهم اشياء سبيشل لياخذوا افكار مهضومه جديده مش افكار معموله. الريد روزز بيكسر شوي القوه تبع البيربل. نفس الشيء يعني مطلوب من السيده او المهتمين بتنسيق الحدائق انهم يتابعون شو جديد، كيف يتابعونا؟ في مواقع معينه ام الحلو انه يروحون يزورون محلات الورد يشوفون طريقه الستايلات الجديده جيف؟ مزبوط. هلا على طول اذا في شغل عندنا على طول نحن في ستايلات جديده، في موديلات جديده، في عندنا الانستغرام فينا نتفرجوا على الصور، يعني على طول عندنا نحن شيء جديد مش كل مره نفس الفكره بنعملها. اوكي ممكن رح تعلم السيده او المهتم يعني ولا بتقولها لا ضروري تشتري من عندنا؟ لا هلا انا حيلا زبون بفوت اذا بيسال اكيد بجاوبه لانه نحن فاتحين لهالسبب، نحن مش فاتحين بس لبيع فلاورز، نحن فاتحين لنساعد الزبون كمان مش بس نبيع بوكي او ليفوت الزبون لعنا ويسوون دورات؟ نحن لا دورات، نحن بيسووا لنا دورات، بيجوا من هولندا بيسووا لنا دورات لنا للفلورستيه يلي بالمحل، بس كزبونات وهيك لا ما بنسوي دورات نحن. لانك شايفه عم نخص لل جيف كان لانه مش متعود علي، انا اليوم اول مره بالفقره فكان يعلمني الوقفه. طيب انت شو رايك اذا المخرج الحين يقول انت تبرم تبرم للكاميرا؟ بس انا الفكره مجبور اشتغل السايد من قدام عشان يبين. هذا ما بيبرم؟ شو هو؟ القاعده؟ كيف يعني تبرم قصدك؟ يعني اوكي يعني السيده تقدر مثلا او بلا فيها تعمل الموديل الشيب اللي بس انت ما فصلت عند الحداد على اساس انها لا تبرم. لا انا فصلتها هيك واقفه مثل ما هي، يعني مثلا تنحط انت تكوني اشطر عنا يعني انت اشطر عن جيف يعني تقدرين تخلين الحداد يخليها تبرم. يعني انا فصلتها تنحط بالكورنر اذا في كورنر عندها بتطلع حلوه، يعني اذا كورنر فاضيه ما لنا عايزتها او ما في عندها شيء شو بتحط بقلبها؟ سو بتحط بوكي ورد بقلبها. حلو. تمام شيء حلو. بعد اللي بتستلم مثلا باقات ورد يكون عندها مثلا هالستايل اساسي، يعني بدل ما يكون بالمكان المخصص تقدر تحطه بالطريقه هذه او الستايل هذا. انا مستعمل الهايدرنجيا لانه بقدر خصلها قياس صغير، لهالسبب استعملت الهايدرنجيا. انت الحين تحط الطريقه عشوائيه جيف ولا ايه هو لا بالفاصله بين الفاصله اذا شايفه بين الاطار والاطار؟ مزبوط. اذا مثل ما انك شايفه انا عاملهم لاين وهلا برست اللاين بس حطيت الروزز الاحمر، برست اللاين اكثر. خبرني بالحلقات السابقه كان في رجعه لإلك ولا نختم معك الحين؟ كيف لا هلا بنختم، ما بعرف كيف تسالني. ايوه معناته نحن نروح حق محمد جيف وبعدين بنهايه الحلقه خلاص اوكي نشوف الطريقه النهائيه لجيف كيف صمم لنا الباقه هذه. كل الشكر لك جيف ويعطيك العافيه. واغنيه يا عاشقه الورد الحين نعتبرها انها خلصت خلص. اذا مشاهدينا خلينا نشوف محمد ولكن بعد الفاصل.